let's talk for example about irregular plurals. اسمها دي بقى جماعة شاذ. يعني عندك مثلا ما انتوا عارفين طبعا man جماعها men, woman, women, women, child, children, child, children. فطر fungus, fungus. حد عنده فطريات مثلا بيستحماش او كده, he has fungi, he has fungi. Ox, oxen. Foot, feet. Tooth, teeth. Goose, geese. Mouse, the fur اللي هو أصغر من الرات. Mice. Louse, lice. أيوة عشان كده لايسيد هو المفيد. عندنا بعد كده كلمة زي كلمة مثلا خروف sheep جمعها sheep برضو, يعني one sheep is مثلا five sheep are. غزال يعني deer, غزلان deer برضو. For example there is one deer أو there are three deer. مش حاجة اسمها deer طبعا خالص. Okay. أيوة نفس كلمة دير عزيزي بالضبط, بس أوعى تكتبها دير سير مثلا دي اي ار سير هتبقى سيد الغزالة, يبقى كده برضو الموضوع مش مظبوط. يبقى ديرز دي كلها أسماء regular plurals. Phenomenon, phenomena. Phenomenon ظاهرة, أيوة ظاهرة. Phenomenon. Criterion معيار, معايير. Criteria, criteria. Curriculum, curricula. Curriculum جمعها curricula, ده جمع كده curricula. اوكي okay. عندنا ازمه كرايسيس جماعه كرايسيس, كرايسيس ايوه لاتيني ده كرايسيس. وها ويسز, ويسز جماعه ويسز, ويسز. دي كلها اسماء مش مظبوطه. We'll keep in touch very soon, okay.